الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أسند مهمة إدارة مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب للحكم النرويجي إسبن إسكاس، ده في مباراة طبعا كانت مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية بأولمبياد باريس 2024. اللاعبة المصرية مها عامر فشلت في التأهل إلى نصف النهائي في مسابقة الغطس خلال مرحلة التصفيات لتحقق المركز 24 من أصل 28 متسابقة في أولمبياد باريس. محمد مصطفى لاعب منتخب المصارعة ودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية اللي بتقام بباريس بعد الخسارة أمام لاعب كازاخستان في دور ربع النهائي في أولمبياد باريس. منتخب مصر لكرة اليد خسر أمام إسبانيا بنتيجة 29-28 في الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي 25-25 في إطار ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 ليودع الأولمبياد من الدور ربع النهائي. محمد السيد كيشو لاعب منتخب مصر المصارعة خسر من بطل أذربيجان في دور 16 منافسات المصارعة الرومانية بعدم التكافؤ، وينتظر دور الطردية حال وصول بطل أذربيجان للمباراة النهائية في أولمبياد باريس. الجزائري محمد سجاتي تأهل إلى قبل النهائي سباق 800 متر في ألعاب القوة بأولمبياد باريس 2024 بعد تصدر مجموعته في التصفيات، وسجل اللاعب الجزائري دقيقة واحدة و45.84 من مية ثانية ليتصدر التصفيات الرابعة للسباق بالأولمبياد ويتأهل بشكل مباشر إلى الدور قبل النهائي.